بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن معجزة النوم. تبين العلماء أن النوم أثناء الليل لا يكفي للإنسان، بل لابد من النوم أثناء النهار لفترات قصيرة. قد وجدوا أن الدماغ يتعب أثناء النهار من تراكم المعلومات، فيصبح أقل كفاءة وبالتالي يحتاج لشيء من الراحة. وهذه الراحة بالنسبة للدماغ هي بمثابة إعادة ترتيب المعلومات وتنظيم الاهتزازات الخلايا وتثبيت المعلومات التي اكتسبها الإنسان في النهار. ولذلك يؤكدون على ضرورة النوم أو القفوات أثناء النهار، وأن هذا العمل يقوي الذاكرة. فقد وجدوا أن الأشخاص الذين اعتادوا على النوم لفترات قصيرة أثناء النهار، فإن أدائهم العلمي أفضل وتذكرهم للأشياء يكون أسرع. يقول العلماء أن ظاهرة النوم معجزة تستحق التفكير، لأنها من الظواهر المعقدة. صراحة ما نقول سبحان الله، لقد أشار القرآن إلى أهمية النوم بالليل والنهار، وأكد أن النوم آية ومعجزة ينبغي علينا أن نتفكر فيها. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. سورة الروم آية 23، والله أعلم.